تنسيق بين الجهات الأمنية والشركات النفطية في الهلال النفطي، وعلى أساسه تم تشكيل غرفة أمنية مشتركة لتكون برئاسة العقيد مروان الحمروش عملا بقرار صادر من وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة. وعلى هذا الأساس عقدت الغرفة الأمنية المستحدثة اجتماعا في رسلانوف مع الغرفة الأمنية وغرف العمليات، إضافة لكافة الأجهزة الأمنية في المنطقة والشركات النفطية والبلديات. في غمرة احتفالاتنا بافتتاح مصنع البوليثيلين عقد اليوم اجتماع مع الغرفة الأمنية المشتركة والتي تحوي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة، وتم تناول كل المشكلات التي تواجه الأمن داخل منطقة الهلال النفطي. والحمد لله وجدنا تفاهم كبير من رئيس الغرفة ومن الضباط المتواجدين ومن كل الأجهزة اللي كانت موجودة. حماية وتأمين المنشآت والمواقع النفطية والإجراءات المتبعة لتوفيرها وآلية العمل بها وتوفير بيئة ملائمة للمستخدمين بالشركات التي بدورها تساهم في رفع معدل الإنتاج واستقرار الوضع الأمني، هذا ما تم نقاشه. التنسيق هيكون مستمر مع الغرفة باستمرار في تأمين المنشآت النفطية بالكامل وفي الحفاظ على الأمن وحفظ أمن المواطن وأمن المستخدمين. كيفية تفعيل دوائر الاتصال بين الغرفة الأمنية المشتركة والشركات وغرفة عملية سرت من أجل أمن فاعل وفعال، خصوصا أن الشركات النفطية الحاضرة ذكرت أن الاستقرار الأمني ساعدهم في زيادة الإنتاج وساهم بدوره في الرفع من اقتصاد الوطن.